فانغارد، كابوس الأعماق الذي يهدد بمحو روسيا من على الخريطة. تزداد حدة الصراع الناعم بين روسيا وحلف الناتو يوما بعد يوم، عقوبات يفرضها هذا على ذاك، فيأتي الرد بحرمان من استخدام مشتقات الطاقة والشبكات البنكية، استفزازات متبادلة وتحرشات بين الفينة والأخرى، وهذا التصعيد إن استمر فسوف يشعل حربا عالمية ثالثة في الطرف الأول روسيا وكوريا الشمالية وبعض الدويلات السوفيتية، وفي الطرف المقابل حلف شمال الأطلسي الذي تعتبر الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا القوة الضاربة فيه. المملكة المتحدة أو بريطانيا، وعلى الرغم من صمتها عما يحدث على أطراف أوروبا، إلا أنها صاحبة سابع أكبر قوة عسكرية في العالم. ولا تستغرب عزيزي المشاهد إذا قلنا أنها قادرة على مواجهة روسيا بمفردها، إذ تحتفظ البحرية البريطانية بأسطول مطور تكنولوجياً يتضمن غواصات استراتيجية نووية، غواصات فانغارد، أضخم الغواصات التي أنتجتها المملكة المتحدة على مر التاريخ، قادرة على حمل 15,900 طناً من العتاد، وهي غائصة تحت الماء، كما تستطيع الدوران حول العالم بأكمله 20 مرة دون إعادة تنشيط لقلب المفاعل النووي الذي تعمل به. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرة التدميرية والمواصفات العامة لأخطر سلاح ردع بريطاني، غواصات فانغارد. التسليح: زودت غواصة فانغارد ب16 صاروخ ترايدنت 2 أو ترايدنت دي 5 الذي يحمل الاسم الرمزي UGM-133A، ويبلغ مداهما حوالي 11,000 كيلومتر، وتحلق بسرعة تزيد على سرعة الصوت، وهو صاروخ استراتيجي ينطلق من داخل الغواصة ويحمل كل صاروخ العديد من الرؤوس الحربية، ويوجه كل رأس منها إلى هدف مستقل، إذ تبلغ قوة كل رأس 120 طن، كما تحمل هذه الغواصة 40 رأساً نووياً وحوالي 8 صواريخ لتشغيل الرؤوس النووية. جهزت الغواصة أيضاً بأربعة أنابيب لقذف التوربيد من عيار 533 مليمتر، وتحمل الغواصة التوربيدات من نوع تايجر فيش البالغ وزنه 1,340 كيلوغراماً، وهو موجه بالسلك، ويبلغ مداه 29 كيلومتراً. والفئة الثانية من نوع سبيرفيش، وهو توربيد وزنه يفوق الطن وقادر على تفجير الغواصات والسفن الكبيرة الحجم، ويمكن أن يصل لهدف على بعد 24 كيلومترا، وعند السرعة المنخفضة يزيد إلى 70 كيلومترا. المواصفات: يبلغ طول الغواصة فانغارد 150 مترا وبارتفاع 12 مترا وبعرض 14 متر. تعمل الغواصة بواسطة زوج من المفاعلات النووية من نوع PWR2، بالإضافة لمحركين من النوع التوربيني الذي يعمل بقوة ضغط البخار، إذ تبلغ قدرة كل محرك 27,500 حصان، وبمقدورها الغوص حتى مسافة 5,000 متر وتحمل الضغط العالي دون مخاطر. يعتمد نظام الدفع الرئيسي للغواصة فانغارد على محرك رويس رايز PWR2 الذي يعمل بالطاقة النووية، والذي تم تطويره خصيصا لهذه الفئة، والتي تسمح للغواصة الإبحار حول العالم حوالي 20 مرة دون التزود بالوقود، وأتاح لها الإبحار بسرعة تتجاوز 45 كيلومترا في الساعة. وتحتوي الغواصة على توربينات من نوع GEC وعمود واحد مزود بمضخة دافعة نفاثة، كما تحوي على نوعان من مولدات الديزل من طراز باكسمان ومولدين توربينيين من نوع WH-ALEN. أما الطاقم التشغيلي فيبلغ 135 فرداً، يمكنهم البقاء تحت الماء لمدة 80 يوماً بشكل متواصل. الأنظمة الإلكترونية: يعتبر النظام الإلكتروني هو الأكثر تميزاً في غواصة فانغارد، إذ تم تجهيزها بقاذفتي SSE مارك 10 لنشر الإشارات الخداعية من نوع 2066 و2071، ونظام اعتراض إلكتروني آخر من نوع ESM.
تم تجهيز الغواصة بنظام سونار مركب من نوع ثيليس واندر واتر سيستمز تايب 2054، وهو عبارة عن نظام متعدد الأوضاع والترددات، والتي تشمل أنظمة سونار 2046 و2043 و2082. كما زودت فانغارد بجهاز استشعار عالمي يوصف بأنه إذن البحرية البريطانية في المحيطات، وهو نظام فائق الحساسية وقادرا على سماع سفن عدة على بعد أكثر من 50 ميلا. ويمتاز نظام السونار بأنه يوفر إمكانية البحث بتردد منخفض للغاية، وهو مثبت على الهيكل. ويوفر السونار من النوع 2082 إمكانية اعتراض سلبي وقدرة على المدى. تم تجهيز الغواصة بمنظار البحث CK-51 ومنظار هجوم CH-91، وتشمل هذه المناظير كاميرا تلفزيونية ومصور حراري، بالإضافة إلى قناة بصرية يتم دمجهم في أجهزة الاستشعار الموجودة فوق الماء المثبتة على عنفة الغواصة. كما تم تزويد الغواصة برادار الملاحة الحديث من نوع تايب 1071 باند. العيوب: لا يخلو أي عتاد عسكري حول العالم من العيوب، كذلك هو الحال بالنسبة لغواصات بريطانيا، حيث تفتقر الغواصة للتسليح الدفاعي الذي يمكنها من تدمير الأهداف المعادية قبل دخولها نطاق 60 كيلومترا. ولو تواجهت مع غواصة أو سفينة حربية مزودة بأسلحة مضادة للغواصات ذات مدى بعيد، ستكون الأفضلية بلا شك للعدو. لذلك تحتاج فانغارد إلى قطع بحرية كالفرقاطات والزوارق القتالية إلى مرافقتها في حالة الطوارئ، وبالنتيجة كشف موقعها أو تخمينه من خلال العتاد العائم المرافق لها أو بقائها في المياه الآمنة وتوجيه صواريخها على بعد آلاف الكيلومترات. التاريخ التشغيلي: في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1986، صممت غواصة فانغارد من قبل وزارة الدفاع البريطانية، حيث تم طرح تصميمها الخارجي من قبل شركة فيكرز لبناء السفن والهندسة. وتم تصميمها منذ البداية كغواصات صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية، ليتم إطلاق غواصة فانغارد في عام 1993 بشكل رسمي. وفي العام 2002 أنفقت وزارة الدفاع البريطانية 6.6 مليار دولار أمريكي لتطوير غواصاتها من فئة فانغارد، حيث تم تزويد الغواصات بأحدث الأنظمة والتقنيات المعمول بها في ذلك الوقت. ومن المقرر أن تخضع لعملية تطوير جزئية تبقيها في الخدمة إلى العام 2045. وتخدم في القوات البحرية الملكية البريطانية 4 غواصات من فئة فانغارد، وتعمل الغواصات الأربع بالتناوب، حيث تبحر غواصتان في مهام دورية بمسارين مختلفين، بينما ترسو غواصتين في الموانئ العسكرية. وتتمسك البحرية الملكية بغواصات فانغارد لكونها منصات لإطلاق الصواريخ الجوالة النووية، ولها الفضل في عدم مقدرة أي قوة عسكرية حول العالم على استفزاز بريطانيا أو وجودها العسكري خارجها. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات الغواصة فانغارد؟ وهل تتوقع أن تدخل بريطانيا إلى جانب الدول الغربية في مواجهة مع روسيا؟